طيب الجي ار اي ده اختصاري جينيريك راوتنج انكابسوليشن، ده بيعمل ايه زي ما شفنا كده؟ يعمل ري انكابسوليشن للباكت ويحط لها اي بيهات ايه؟ اي بيهات جديده. الرقم الجي ار اي 47، تعالى اوريك 47 دي معناها ايه. طبعا لو انت دارس الاو اس اي موديل وفاهمه كويس هتعرف الرقم ده معناه ايه. انا فاتح اللاب اهو، بصوا كده، تعالوا هنا تاني نعمل ايه، نبنج، هبنج على 192 168 واحد، مش واحد بقى، 5.1 اللي هو في الشبكة دي. البنج اشتغل. طيب تعالى بقى ايه نراقب، الداتا لما هتوصل للراوتر ده، الراوتر ده انا عاطيله امر، يا راوتر لو لقيت اي ترافيك جاي لك عايز يروح لشبكة 5 شغل عندك بروتوكول الجي ار اي واعمل للترافيك ده ايه، تانلينج. يقوم ايه اللي يحصل بقى؟ بص بص، لو جينا فتحنا هنا ال البتاعة دي، ايه اللي حصل؟ الاي سي ام بي جهز الرساله اللي هي ايه، البنجايه، سلمها لاي بي فيرجن 4. خدها قاعده كده، اي بروتوكول بيجهز رساله ويسلمها للبروتوكول اللي بعده لازم البروتوكول اللي بعده يحط رقم البروتوكول اللي هو استلم منه. يعني ايه؟ معروف ان الاي سي ام بي رقم واحد. خلي بالك لو انا عندي ابلكيشن تي سي بي، الابلكيشن بيجهز الرساله ويديها للتي سي بي يحط لها البورتات، وبعدين التي سي بي بيسلم لاي بي فيرجن 4 عشان يحط ايه، الاي بي هات. ساعتها اي بي فيرجن 4 هيستلم من مين؟ من التي سي بي. كنت هتلاقي الرقم ده 6، تمام. طب لو في ابلكيشن يو دي بي، يبقى الابلكيشن هيسلم اليو دي بي يحط البورتات، وبعدين اليو دي بي يسلم اي بي فيرجن 4 يحط الايه، الاي بي هات. ساعتها كنت هتلاقي البروتوكول ده طالما انا استلمت من اليو دي بي 17، فعشان كده اقول لك التي سي بي رقمه 6 واليو دي بي 17 والاي سي ام بي 1 1 1، تمام. طب حتى بص كمان، اي بي فيرجن 4 هيسلم مين؟ هيسلم ايثرنت 2. ايثرنت 2 اول ما يستلم داتا من اي بي فيرجن 4 يحط كام؟ 800. دي 800 دي مكتوبه بالهكس، فرقم اي بي فيرجن 4 800، بس لو حسبتها بالهكس مش عارف هتطلع 1024 ولا كام. المهم يعني ان ايه 800 بالهكس. طب هو مش وارد اكون انا مشغل على الراوترات بتاعتي او على الاجهزه بتاعتي اي بي فيرجن 6؟ ساعتها ايه اللي هيحصل؟ اي بي فيرجن 6 بعد ما هيحط الاي بي هات هيسلمها لايثرنت 2 عشان يحط ايه، ماكات، صح كده؟ ساعتها ايثرنت 2 هيبقى استلم من مين؟ من اي بي فيرجن 6، رقم الاي بي فيرجن 6 8 6 دي دي. خدها قاعده كده، اي ابلكيشن بيسلم اللي بعده لازم اللي بعده يحط رقم الابلكيشن اللي هو استلم ايه، اللي هو استلم منه. ليه بقى؟ عشان اللي هيستلم الرساله دي، بص اللي هيستلم الرساله دي اول حاجه بيشغلها عنده ايه، ايثرنت 2. ايثرنت 2 بيقرا ايه، الاف سي اس، يتاكد انها وصلت سليمه، وبعدين يشيك على الماكات، والمفترض ايثرنت 2 كده مهمته انتهت. يبقى انا قريت من الداتا جزء المكات، مش المفترض اسلم اللي يقرا جزء الاي بي هات؟ طب اسلم اي بي فيرجن 4 ولا اسلم اي بي فيرجن 6؟ اول ما ايثرنت 2 يلاقي الرقم اللي هنا كام، 800، يقوم جاي مسلم مين، اي بي، يقول له خد انت كمل. طب عارف لو لقى 8 6 دي دي، يقوم جاي مباظيها الاي بي فيرجن 6، يقول له هو. عارفين شبه ايه؟ شبه البورت نمبر. هو البورت نمبر لما كان التي سي بي بيقرا البورتات، لو كان لقى في البورت نمبر 80 يبقى هيباظيها لمين؟ للاتش تي تي بي. لو لقى 4 4 3 هيباظيها للاتش تي بي اس، لو لقاها 53 هيباظيها للدي ان اس. نفس الكلام، لازم كل بروتوكول يعرف رقم البروتوكول اللي هيسلمه، عشان كده اللي بيجهز الداتا لازم كل بروتوكول استلم حاجه يحط رقم البروتوكول اللي استلم ايه؟ اللي استلم منه. تمام كده؟ فهنا زي ما انت شايف كده، بس بص بقى
مش انا عاطي امر للراوتر ده قايل له بقول لك ايه، اي داتا تجيلك تلاقيها عايزه تروح لشبكه خمسة باظيها لمين؟ للجي ار اي. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ تقوم الداتا زي ما هي كده اهي، الباكت زي ما هي، الاي سي ام بي جهز البنجايه باظاها الاي بي فيرجن 4. اي بي فيرجن 4 استلم من مين؟ الاي سي ام بي. يبقى يحط رقم كام هنا؟ واحد. بس قمنا جايين، المفترض كانت بعد الاي بي تتسلم لمين بعد كده؟ لايثرنت 2. بس لو سلمتها لايثرنت 2 يبقى انا كده مش هعمل لها ايه؟ تانلنج. فقمت جاي مباظيها لمين بقى؟ للجي ار اي. الجي ار اي تقوم جايه عامله ايه؟ تاخد القطعه دي كده كلها على بعضها تعيد تسليمها تاني لاي بي فيرجن ايه؟ عشان يحط نيوها اي بي هيدر معايا. وطبعا الجي ار اي بتقول لاي بي فيرجن 4 الله يكرمك، الاي بي هيدر الجديد اللي هتحطه هيبقى من 30 لكام؟ ل 50. يعني الجي ار اي هي اللي هتعرف الاي بي فيرجن 4 ايه الاي بي هات الجديده اللي هيحطها في النيو اي بي ايه؟ اي بي هيدر. سؤال دلوقتي، اي بي فيرجن 4 استلم من مين؟ من جي ار اي. شايف الرقم اللي مكتوب هنا؟ برو ده المفترض احنا قلنا رقمها كام؟ 47. احسب 2 دي بالهكسا يبقى 2 في 16 ب 32، والاف 15 يعني 15، يبقى كده 7 وكام؟ 47. بعد كده اي بي فيرجن 4 يبدا يسلم ايه؟ ايثرنت 2. ايثرنت 2 استلم من مين دلوقتي؟ من اي بي فيرجن 4. يحط كام؟ 800. وصلت؟ وتبدا تطلع الداتا. هتبان دلوقتي فعلا فايده الارقام دي عند اللي بيستلم. طب خد بالك كده، لو الباكت دي كانت طالعه 1500 زاد عليها ايه؟ زاد عليها 4 بايت جي ار اي و20 بايت نيو اي بي اي هيدر، يعني زائد 24. فلو كانت دي 1500 كانت هتحصل مشكله كده، وعشان كده المفترض كانت البنجايه دي او ايا كان بقى الباكت اللي هتطلع اللي هيتعمل لها انكابسوليشن من جديد ويتعمل لها تانلنج، كان المفترض تبقى اقل من 1500 بقيمه كام؟ 24. اللي هي الحته الزياده اللي ليها تتحط كده، يطلع كام بقى اقل من 1500؟ 24. تطلع 1476. خليك فاكر الرقم ده، 1476، صح كده؟ طيب بص بقى ايه اللي هيحصل حضرتك. الداتا هتمشي، الداتا هتطلع كده. الراجل ده شايف داتا جايه من 30 واحد ل 50 واحد عادي، هيبعتها زي ما هي. توصل لده بقى، ده يعمل ايه؟ اول ما الداتا تجيله بقى داخله له اهي، مين يشتغل اول ما الداتا توصل؟ ايثرنت 2. ايثرنت 2 يشتغل، يقرا ايه؟ اف سي اس، يتاكد ان هي وصلت سليمه، ويقرا مكانه. اول ما يلاقي 0 اكس 800 يسلم مين؟ اي بي فيرجن 4. اي بي فيرجن 4 هيقرا انهي اي بي هات اللي هي اللي اتحطت في النيو اي بي. اهلا وسهلا 30 واحد، انت عايز تكلم 50 واحد، تمام زي الفل. انا فعلا 50 واحد، مش فعلا الراوتر ده، مش فعلا الراوتر ده 50 واحد. طب يا 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 30 واحد، انت عايز تكلم ايه عندي؟ الله يكرمك وصلني بس انت ومالكش دعوه بمين؟ بالجي ار اي اللي رقمه كام؟ 47. يقول له بس كده عينيا، مش انا مشغل هنا كمان ايه؟ مش انا مشغل هنا ايه؟ الجي ار اي، صح كده؟ يقول له عينيا. يقوم جاي عامل ايه؟ يقوم جاي مسلم الجي ار اي. ازاي عرف ان انا هسلم الجي ار اي؟ عن طريق الرقم ده، صح كده؟ الجي ار اي بقى يبدا يعمل ايه؟ انا برضو مظبط ده ان الداتا اللي جايه من شبكه واحد برضو جايه لي، عايزه اتكلم مين؟ عايزه اتكلم شبكه خمسه. هتيجي معمول لها طبعا، انا عامل تانلنج ما بين 30 واحد وكام؟ و50 واحد. فتبقى مهمه الجي ار اي، اهلا وسهلا. الجي ار اي هيقرا الرساله، يقوم جاي عامل ايه بقى؟ يقوم جاي واخد الجزء ده وعاطي امر، عطي امر لمين بقى؟ لايثرنت 2 اللي من الناحيه دي. يقول له بقول لك ايه؟ خد دي كده الله يكرمك طلعها. ياخد انهي جزء؟ الجزء ده ايه؟ ها من اول اي بي فيرجن 4 بس، ها ويشيل، ها يشيل النيو اي بي ايه؟
هيدر وكل ده يتشال. وبص بقى ده وهي طالعه هتبقى ايه بقى الجزء ده، ها، والنيو اي بي، مش نيو اي بي هيدر بقى هنا، ايثرنت تو هيدر، ماكات وايه واف سي اس، وتوصل عادي كده ولا كانه حصل حاجه وتروح للشخص ده، وهي راجعه يحصل نفس الكلام. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ها في مشكله؟ يبقى احنا عرفنا كده ان رقم الجي ار اي 47 بتضيف قد ايه؟ ها 4 بايت، غير النيو اي بي هيدر هيبقى كام؟ 20 بايت، وساعات بيبقى 40 بايت. ميزه الجي ار اي كمان، ودي ميزه مش موجوده في اي تانلنج، احنا اخدنا انواع كتير من البروتوكولز بتعمل تانلنج، ام جي ار اي واي بي سيك واي كي فيرجن 2، كل ده البروتوكول الوحيد اللي ما عندوش مانع ان هو يبعت اي ترافيك سواء يونيكاست او برودكاست او مالتي كاست هو الجي ار اي. يعني ايه؟ يعني لو فرضا الراوتر ده انت عملت عليه جنريت لترافيك برودكاست او مالتي كاست او يونيكاست وعايز يتعمل له تانلنج ويتبعت ل 50 واحد، الجي ار اي ما عندهاش مانع. يعني من الاخر بص كده الجزئيه دي، خليني ارجع تاني كده، فين الجزء اللي هيتعمل له تانلنج اللي هو تحت ده؟ ده ممكن يبقى الديستنيشن اي بي بتاعه، ممكن يبقى يونيكاست او برودكاست او مالتي كاست، تمام. بس خد بالك هو لو الجهاز ده طلع رساله برودكاست مش هيعدي اصلا. انا هنا بقى بتكلم على ايه؟ على الترافيك اللي جنريتد من مين؟ من الراوتر نفسه. هو فرضا لو الراوتر ده شغال عليه ريب، تمام، مش بيحتاج يجنريت ترافيك في ريب فيرجن 1 برودكاست وفي ريب فيرجن 2 مالتي كاست، في الاي اي جي ار بي والاو اس بي اف بيبقى مالتي كاست صح كده. فانا بتكلم على الترافيك اللي جنريتد من هنا، كده الراوتر ده عمره ما يعدي ترافيك جاي من وراه الا اذا كان يونيكاست، فدي حته مفروغ منها. انا بتكلم على الترافيك اللي طالع من الراوتر، ايه؟ من الراوتر نفسه. ده لابد هنا عادي في الجي ار اي، والله يا عم لو عايز تبعت رساله لده يونيكاست برودكاست مالتي كاست ما عندناش مانع. في اي سؤال؟ وهنعرف ازاي حاجه زي كده هتفيدنا، يمكن انت مستغربها دلوقتي، اصبر عليها شويه هتفيدك جدا جدا جدا، وهتعمل لنا مشاكل رهيبه بسبب ان الانواع الثانيه لما ندرس الام جي ار اي يا نهار ابيض كميه مشاكل. بسبب ايه؟ بسبب ان الام جي ار اي لو انت عملت جنريت لترافيك من نوع مالتي كاست او برودكاست قلت له وقلت للام جي ار اي خد اعملي لي تانلنج لهذا الترافيك، ترفض، لازم يبقى ترافيك من نوع ايه؟ من نوع يونيكاست، تمام كده. طب نرجع تاني، الجي ار اي جاست تانلنج فقط، مفيش سكيورتي، حتى بس عملوا فيها حته زياده كده ان انت ممكن تحط هنا كي وهنا كي، يبقى انت كده زودت حته ايه؟ اوثنتيكيشن، لكن مفيش انكريبشن، مفيش انتجريتي، مفيش الكلام التاني ده، مفيش انتي ريبلاي، يا دوبك حته اوثنتيكيشن كده خفيفه، تمام؟ طيب لو انت بقى عايز شغل سكيورتي بقى تقيل، بنستعين جنب الجي ار اي بالايه؟ ده ناخده ان شاء الله في كورس السكيورتي بالتفصيل، بس هو المفترض انكلودد برضه في الان بي، بس طالما هناخد سكيورتي يبقى بالمره بقى ايه؟ نخليه في السكيورتي. طب تعالى بقى نشوف اللاب اللي هنعمله. هنشوف لاب على الباكت تريسر ونشوف لاب على الجي ان اس 3 برضه. بس تعالى اوريك اللاب ده. ايه سنانك؟ بص الشمل بتاعك عليه ده مش عارف ايه الحاجه الوحيده اللي الوجع السامي بيروح منها كتفصت ان هي كنز بيجي وصلت سريع كتفصت بروفين مش عامل اي حاجه عشان ما نضحكش على بعض. طيب بصوا اللاب ده كده، عندي شبكة رميها ورا الراوتر ده شبكة واحد، وشبكة رميها ورا الراوتر ده شبكة اتنين، الانترفيس ده 30 واحد 40 واحد واصل هنا بالاي اس بي، سواء بقى كان انترنت او اللاير 3 سيرفيس بتاعة الايه؟ السيرفيس بروفايدر. طبعا هنا لو انا بنكت من 30 واحد يبنج على 40 واحد، لكن اللي ورا ده عمره ما يبنج على ايه؟ على اللي ورا ده. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب ازاي بقى اعمل كونفجريشن؟
جي ار اي. بص على الراوتر بتاع اليكس بكريت انترفيس فيرشوال وهمي بسميه تانل، بتدي له اي رقم 0 1 2 معاك براحتك يعني، تمام؟ تانل 0 كده اصبح كان هنا زودت، انا عندي اف 0 على 0، اف 0 على كام؟ على 1، كاني زودت فتحه كمان اسمها تانل 0. معتبر كده في كده ثلاث فتحات مش ايه؟ وبعدين هاجي على الفتحه دي اديها اي بي، وعاده هيبقى اي بي برايفت، تمام؟ فاقوم جاي هنا كده اعطي الفتحه دي مثلا 10.001 مثلا زي ما انا عامل هنا. بص دخلت فيها قلت له 10.001 ماسك على كام؟ على 80. والمفترض برضو الناحيه الثانيه اهو هعمل نفس الكلام، هعمل انترفيس تانل مش شرط يبقى بنفس الرقم، بس احنا هنا هنعمله زيرو برضو، وادي له اي بي في نفس رينج الاي بي ده بس ما يبقى زيه، يعني مثلا ده هيبقى كام؟ هيبقى 10.00 ها 2. يبقى زودت انا فتحه اهو تانل 0 10 2 وتانل 0 10 1 تمام. وبعدين وانا جوه تانل 0 هقول له بقول لك ايه، انا عايز احفر نفق بدايته عندك، يبدا من اول كام؟ تانل سورس كام؟ 30 كام؟ 30 1. يعني ده بدايه النفق، مش احنا قلنا هنعمل تانل من 30 1 لكام؟ ل 50 1. فانا بقول لتانل 0 بدايه التانل من ناحيتك انت 30 1. كان ممكن على فكره اقول له تانل سورس واقول له انترفيس كام؟ اف 0 على 1. انت ممكن تدي له ايه؟ يا الاي بي اللي هيحدد بدايه التانل يا الفتحه اللي هتحدد بدايه التانل، تمام اهو. يبقى كان ممكن اقول له اف 0 على 1 او اقول له كام؟ 30 1. طب سؤال، نهايه التانل دي هتبقى كام؟ 40. طبعا ما ينفعش اقول له نهايه التانل اف كذا، لازم ادي له اي بي ايه اللي هروح بحدد له بدايه التانل ونهايه التانل. ايه ده؟ يعني انت عايز نعمل تانلنج؟ عن طريق التانل انترفيس. طب استخدم انهي بروتوكول؟ مش احنا عندنا جي ار اي وام جي ار اي وفي انواع بروتوكولز مختلفه، فبقول له بص يا عم استخدم لي الله يكرمك ايه الجي ار اي، تمام؟ لسه هنشوف لما نكونفيجر ان شاء الله الام جي ار اي بنكتب كوماند ايه مختلف هنا اللي هو المالتي بوينت جي ار اي. الديفولت ان انت لو كريت تانل انترفيس وسكت ما حددتلوش النوع هو بيشغل باي ديفولت الايه، فعشان كده الكوماند ده ممكن لو مش عايز تكتبه اكتبه، او اكتبه زياده التاكيد وخلاص، تمام كده. كده انا عملت ايه؟ انترفيس وهمي الاي بي بتاعه 10 1 وقلت له بدايه التانل ونهايتها، ونفس الكلام هعمله هنا، بس ده لما هقول له بدايه التانل هيبقى كام؟ 40 1 ونهايتها. تعرف كده كانك عملت ايه؟ كانك حفرت نفق بدايته. مفيش هنا رسم. مش البتاع ده بيرسم. هنستخدم اهو. ايوه. بص وكانك عملت ايه؟ حفرت نفق. نفق من النقطة دي للنقطة دي. عارف بقى انت كده لو جيت على الراوتر ده بنكت على 10.2 البنج هيشتغل 10.2. انت كده لو جيت على ده بنكت على 40.1 كده شغال سواء في تانل او ما ايه مفيش. انت لو جيت هنا بنكت على 10.2 يقول لك اكيد طالما عايز تبنج على 10.2 يبقى كده هيبقى متسجل عندي في الراوتنج تيبل ان شبكه 10 على ايه، هو مش تانل 0 واخد 10 1
يبقى هيبقى في شبكه سي دايركت كونكتد شبكه كام؟ 10. اهو بص انا هاجي على الراوتر ده دلوقتي اهو، هقول له ايه؟ شو اي بي روت، هيقول لك انا شايف ان انا عندي شبكه 10 دايركت كونكتد على تانل زيرو. ايه ده؟ يعني انا لو جيت على قلت له انا عايز ابنج على شبكه 10 يبقى مليون في الميه لازم الداتا تطلع من انهي انترفيس؟ التانل. واي ترافيك هيطلع من انترفيس التانل لازم يتعمل له قبل ما يطلع ايه؟ تانلنج. ببدايه التانل ونهايه التانل. بدايه التانل هتبقى كام؟ 30 واحد. نهايه التانل هتبقى كام؟ 40 واحد. بس انا اصلا هنا عايز ابنج على مين؟ على 10 2. طب الداتا طالما هتطلع من التانل هيبقى السورس بتاعها كام؟ 10 1. فالداتا الاصليه هتبقى 10 1 رايحه ل 10 2 وتستخبى جوه 30 1 30 كام؟ 30 2. وصلت؟ تعال نجرب. فعلا انا عملت الكونفيجريشن دي خلاص. هاجي اجرب ابنج. ابنج على 10 0 2. هو ده ما فيهوش البنج اشتغل. ايه ده؟ انت بتبنج لي على برايفت اي بي؟ ما هو ده حضرتك نهايه التانل. تيجي نكابتشر الترافيك اللي طالع من هنا كده. اوكي. ونتفرج عليه ايه اللي حصل فيه. بصوا بقى تعالى بنج تاني. بنج تاني كده. واتفرج بقى على الترافيك. فين البنج؟ بص افتح كده هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي الداتا الاصلية بنجاية. طلع من 10 واحد ل 10 كام؟ 2. باظتها لمين؟ الجي ار اي. قلت له الله يكرمك اعمل لها ايه؟ يوم جاي حاطط لك بدايه التانل 30 واحد ونهايه التانل اللي هو كام؟ 40 واحد. ده دي الاي بيهات اللي بناء عليها الاي سي بي هاي فورورد الداتا. واول ما توصل الناحيه الثانيه يقوم جاي الطرف الثاني شايل ال 30 واحد وال 40 واحد ويرجعها. هيلاقيها عايز اتكلم 10 2 تانل انترفيس، اتكلم 10 2 و10 2 يرد. طب 10 2 عشان يرد يرد على 10 1 يبقى تمشي جوه ايه؟ التانل. جاب عمل لها تانل تاني وايه؟ ورجع. يعني كده بالظبط بالظبط كان ايه؟ كان انا دلوقتي بالظبط بالظبط كده عندي لينك مباشر دايركت من تانل زيرو لتانل زيرو من 10 1 ل 10 كام؟ ل 10 2. تخيل فعلا يعني عيد بناء الرسمه بتاعتك بالديزاين ده. كان عندك لاب كده. راوتر وراوتر وراوتر وواصلين بكابل دايركت ما بينهم وبين بعض. بس ده اسمه تانل زيرو وده 10 1 وده 10 2. ستيل لحد دلوقتي لحد دلوقتي لو جبت بنج من شبكه واحد على شبكه 2 البنج مش هيشتغل. تخيل لو انت عندك الرسمه دي هي يعني تخيل معايا كده اهو انت ده عندك 10 10 0 0 1 واللي قصاده ده 10 0 0 2 وهنا ورا ده في شبكه 1 وورا ده في شبكه ايه؟ 2. باي ديفولت ده هيبقى عنده في الجدول بتاعه شبكه 1 وشبكه 10 وده عنده شبكه 2 وشبكه 10. يعني لو جيت على ده وقلت له انا عايزك تروح لشبكه 2 ده ما ايه؟ ده ما يعرفهاش صح كده؟ وانا عايز ده لو حد في شبكه 1 عايز يروح لحد في شبكه 2 انا عايز الراجل ده يمشي الداتا فين؟ في التانل من 10 1 ل 10 2 او من 30 1 لكام؟ ل 40 1 صح كده؟ طب اعمل ايه بقى؟ ستاتيك راوتنج او دايناميك راوتنج. انا بقى ساعتها ممكن اشغل هنا اقول للراوتر ده بقول لك ايه؟ لو عايز توصل لشبكه 2 روح لجارك حبيبك كام؟ 10 2. كانه واصل بيه دايركت. مش هو ده اللي كنت بعمله بس دي راوتنج؟
او ممكن اقول له اطلع من تانل كام عشان انا ممكن اديله اوتبوت انترفيس او النكست ايه او النكست هوب تمام، يا اما اقول له اطلع من تانل زيرو يا اما اقول له اطلع من 10 2 واجي على ده. هل لو استخدمت هل في علاقه في دايناميك بتاعت جنب مع سيسكو؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني لو استخدمت البروتوكول ممكن استخدم ريب او اي جي ار بي او اس بي اف مش هيعكس مع الراوترات اللي فوق ولا كانه ملوش علاقه خالص بالراوتر. ما انا لما هشغله لما هشغل دايناميك، طب اصبر عليا خلص الحته دي وهقول لك الدايناميك هنعمل فيه ايه. انا هاجي على ده اقول له لو عايز توصل لشبكه 2 روح ل 10 2، عايز توصل لشبكه 1 روح ل 10 1 بس خلص. الراجل ده بقى دلوقتي لو انت سالته على شبكه 2 هيعمل ايه؟ انت قايل له لو عايز توصل لشبكه 2 روح ل 10 2، والراجل ده عارف ان هو عشان يوصل ل 10 2 لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل تانلنج صح كده؟ ما هو اكيد هيطلع من التانل، ما انا اوصل ل 10 2 ازاي؟ فالراجل ده اي ترافيك رايح من شبكه 1 لشبكه 2 هيعمل له تانلنج، واي ترافيك من شبكه 2 لشبكه 1 ده هيعمل له ايه؟ طب تعالى كده بقى ايه نجرب. ارينج خد بالك انت لو بنكت من هنا على من الراوتر ده على شبكه 2 الطبيعي الداتا هتطلع من الفتحه دي بالاي بي بتاع مين؟ الفتحه دي اللي هو 30 كام؟ 30 1. لكن انا عايز الداتا تطلع باي بي انهي فتحه؟ الفتحه دي، عشان كده انا هبنج بايه؟ بسورس. تمام؟ عشان اتاكد ان البرايفت دي بتعرف توصل لايه؟ للبرايفت دي، وانا براقب برضه. فهاجي كده هقول له ايه؟ هو الاي بي اللي هنا كام؟ 2201 صح كده؟ هبنج على 192 ايه؟ الباك جراوند استنى بس اخبر لك وخلاص. انا عايز ابنج على 192 وعايز 8 2 201 بس الله يكرمك بالسورس 192 وعايز 8 1 201 البنج اشتغل زي الفل. يبقى وصلت من بقى. طب تعالى بقى وريني كده اللي حصل ايه هنا. افتح بقى ده انت هتلاقي البنجايه الاولانيه الاصل البنجايه نفسها طالعه من ايه؟ من 1201 ل 2201 بس مين استلمها؟ الجي ار اي وقام جاي حاطط لها كام؟ من 301 لكام؟ ل 401. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ انا هنا في اللاب ده لو قلت له شو اي بي روت اشتغلت ستاتيك، قلت له لو عايز توصل لشبكه اكيد في اوبشن هنا ثاني كده. طيب يبقى انا هنا ايه؟ بصوا بقى، وهنا في مصطلحين مهمين جدا، حاجه اسمها اوفرلاي بروتوكول وحاجه اسمها اندرلاي بروتوكول. الاندرلاي ده ايه؟ بص سؤال، انا عشان اوصل للشبكات اللي في الاي اس بي اللي عند الاي اس بي ايه البروتوكول اللي هستخدمه؟ ممكن يبقى بي جي بي صح كده، وممكن يبقى ايه الطبيعي اكثر ان شاء الله ديفولت روت صح كده، ديفولت روت اقول له اي شبكه انت مش عارفها اطلع من اف 0 على 1 او روح ل 30 كام؟ 30 2 صح كده. فعشان كده لو جيت على الراوتر ده قلت له شو اي بي روت جايب لي هنا ايه؟ اس استريك اصفار روح ل 30 2. طيب وفي نفس الوقت هنا انا مشغل، ممكن اكون مشغل بي جي بي على فكره، هشغل راوتنج بروتوكول جوه التانل اللي بتربطني بالفرع الثاني عشان اوصل للشبكات اللي ورا ده. البروتوكول اللي هيشتغل جوه التانل بيسموه اوفرلاي بروتوكول، انما البروتوكول اللي هيشتغل ما بيني وما بين الاي اس بي سموه اندرلاي بروتوكول. اصلا انا عشان اوصل من 30 واحد ل 40 واحد هستخدم انهي؟ الاوفرلاي ولا الاندرلاي؟ الاندر صح كده؟ لكن عشان اوصل من 10 1 ل 10 2 او من الشبكات اللي ورا ده للشبكات اللي ورا ده هستخدم انهي؟ الاوفرلاي. معاه؟ وممكن على فكره تشغل الريب، بس لما تيجي تشغل الريب تقول له ايه؟ تيجي على الراوتر ده تقول له راوتر ريب هيدخلك جوه الريب، تقول له ايه بقى؟ نتورك 1 ونتورك كام حضرتك؟ ونتورك 10. يبقى الريب هيشتغل فين؟ هيشتغل على التنل. اوعى تقول له نتورك كام؟ عارف لو قلت له نتورك 30 يبقى الراجل ده هيبعت ابديتس ريب لمين؟ الاي اس بي.
طب ما هو ما كده كده ده عشان يوصل ده لازم ابديت للريب. بس لما يجي 10 واحد يبعت ابديتس ريب ال 10 2 هتبقى مستخبيه جوه ايه؟ جوه التنل 30، يعني كاني ايه من 30 واحد ل 40 واحد بس اللي مستخبي جوه ابديت ريب طالع عايز يوصل لنهايه الايه؟ التنل. ولما تيجي تشغل الريب هنا تقول له ايه؟ نتورك 2 ونتورك 10 تمام؟ يبقى ان اوفرلاي هيشتغل هنا ايه؟ ريب. طب وايه اللي انا مشغله مع الاي اس بي؟ ممكن يبقى بي جي بي او ديفولت روت، صح كده؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ونفس الكلام لو هتشغل اي جي ار بي او هتشغل او اس بي اف يبقى برضه هتشغله على التنل انترفيس. في مشكله لحد دلوقتي؟ طب تعالى كده هرجع للكونفجريشن لو فيها حاجه ناقصه. خلاص انا بص عملت ايه؟ قلت له الله يكرمك لو عايز توصل لشبكه 2 اطلع من التنل 0. ممكن اقول له تنل 0 وروح ل 10 ها 2 ده اللي هو الكومبليت روت، ها بحدد له الاوتبوت انترفيس وايه كمان والنكست هوب، ونفس الكلام على الراوتر الثاني. طيب تعالى بقى نكتب شويه شوهات كده. لو كتبت على الراوتر ده شو اي بي انترفيس بريف، بص بقى اتفرج شو اي بي انترفيس بريف. تلاقي في انترفيس 10 واحد حالته ايه؟ اب. في حالات هنتكلم عليها ممكن يبقى ده اب ايه؟ اب داون. هقول لك هتكلم على حاجه اسمها كيبا لايف كده تعرف تفاصيل الجزئيه دي. لو عايز تجيب التنل بس قول له انكلود ايه؟ تنل. بص بقى لو قلت له شو انترفيس تنل هات لي بيانات تفصيليه عن التنل انترفيس. بص يا سيدي اجي هنا كده اقول له ايه؟ بص بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي حضرتك عندك تنل 0 حالته ايه دلوقتي؟ اب. الاي بي بتاعه 10 1 على 8 ده تنل انترفيس. طب خد بالك لاحظ حاجه، التنل ده ليه ايه؟ باندويتس وليه ها ديلي. دول احتاجهم امتى؟ فاكرين الاي اي جي ار بي مش بيعتمد في حساباته على الباندويتس والديلي، والاوس بي اف بيعتمد على الباندويتس بيحسب حاجه اسمها كوست، فدول هحتاجهم اكيد لو انا شغلت اي اي جي ار بي او اس بي اف هتكلم عليهم لسه. الانكابسوليشن بص لو لقيت جي ار بي جي ار اي اي بي يبقى ده التنل اللي هي نوعها ايه؟ جي ار اي. تمام كده؟ طيب خلاص ده دول كده اللي يهمونا هنا اهو. يبقى شفت انا بيانات التنل انترفيس. ايه كمان؟ شو اي بي روت برضه شفناه، عملنا بينج ايه؟ سورس، وشفنا الترافيك وهو طالع من بيتعمل له تانلنج من شبكه واحد لشبكه كام؟ لشبكه 2. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي تعالى كده اوريك الملف ده. في ملف كده انا واخد سكرين شوتس اهي من الحاجات المهمه. ده التانل، وفي عندك كمان ده اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي اهو، وعندك ده الاستاتيك روت عن طريق التانل زي ما انت شايف، واخر واحد ده البينج سورس واشتغل زي الفل. وده لما انا عملت كابتشر بالواير شارك موريك اهو الجي ار اي 47 تمام، واخر واحده ديت الكي دي. تعالى اوريها لك بقى عشان انا قلت ممكن ازود حته يعني اوثنتيكيشن. ايوه بص في كوماند كده، احنا كده شفنا ايه؟ شفنا الكوماندات دي ما عدا بس ايه؟ ممكن اقول له هنا ايه؟ تانل سورس، يا اما اديله الاي بي يا اما اديله ايه ها؟ الاول يعني اقول له تانل سورس اف مثلا 0 على 1 ولا شوف انت هيبقى السورس ايه بالظبط. تمام؟ ممكن يبقى السورس مثلا دايلر لو انت شغال تمام؟ او سيريال. وادي الجي ار اي. طب بص بقى انا ممكن لو عايز احط اهو تانل كي وانا جوه التانل انترفيس احط، بس كي ده بيبقى ارقام بس نمبرز، يعني ما ينفعش تحط مثلا حروف ولا اي حاجه، ده اوبشنال. طبعا لو انت حطيت من الناحيه دي كي والناحيه الثانيه كي مختلف ساعتها هتلاقي التانل انترفيس اب ايه بقى؟ اب داون، مش هتلاقيه اب. تمام؟ لسه هكمل باقي الحاجات. تعالى بس نرجع للاجنده كده. بسم الله. شفنا اللاب على الباكت تريسر اول حاجه، وشفناه على الجي ان اس 3،
شفنا الباند ويدث والديلي، تقدر تعدلهم لو انت عايز عشان تكنترول حسابات الاو اس بي اف والاي جي. المفترض بقى حضرتك تعمل ايه لو هتخش جوه التانل انترفيس تلعب انت في الباند ويدث؟ المفترض تخليه مطابق للباند ويدث الحقيقي اللي بيربطك بمين؟ السيرفيس بروفايدر. يعني فرضا سرعه الكابل اللي هو موصلني بالنت ده تي 1 زي عندكم كده، يبقى المفترض اخش جوه التانل ده اقول له ايه؟ اقول له باندويتس 1544، تمام؟ ونفس الكلام الناحيه الثانيه. طب عشان ممكن على فكره يكون في تانل بيربطني براوتر ثاني، وممكن يبقى عندي ديزاين كده هوريه لكم. بصوا اللاب ده كده، اللاب ده، لا مش ده، اللاب ده. بصوا في اللاب ده انا فاتح ايه؟ الشبكتين دول. عشان يوصلوا للشبكتين دول محتاج افتح تانل ما بين ده وده، والشبكتين دول عشان يوصلوا للشبكتين دول احتاج تفتح تانل ما بين ده وايه؟ ده. الشبكتين دول عشان يوصلوا للشبكتين دول احتاج تفتح تانل ما بين ده وده. انت عارف كده كاننا عاملين ايه؟ كاننا موصلين بالظبط لينك كده ولينك كده ولينك كده ما بين التلات راوترات. تعرف بقى لو انا جيت هنا شغلت هنا اوفرلاي بروتوكول جوه التانل هنا وهنا وهنا اي اي جي ار بي او اس بي اف، تعرف كده ايه اللي هيحصل؟ الراوتر ده هيشوف ان هو عشان يوصل لشبكه 3 و4 عنده كام طريق؟ طريق، عنده طريقين، طريق كده هيعدي على ده الاول وطريق من فوق، تمام؟ وده هيشوف عنده برضه طريقين معاه. طبعا انت بقى لازم تظبط، افرض انت بقى كان الباند ويدث بتاع ده والباند ويدث بتاع ده كويسين، انت مظبطهم عاليين والباند ويدث بتاع ده اي كلام، ساعتها ده مع ان هو المفترض يوصل لده مباشره هيعدي الاول على مين؟ يعني هيبعت ل 50 واحد، و 50 واحد بقى كده يبعت ل 40 واحد. طبعا ده مش منطقي، فانت لازم تظبط التانل انترفيس بالباند ويدث الحقيقي اللي بيربطك بايه؟ بالسيرفيس بروفايدر. انا هنا حتى اهو حاطط لكم، خدت لكم الكونفجريشن بتاعتكم. دي الكونفجريشن بتاعت جمله، انهي بقى واحده بتاعت الجي ار اي؟ لميت كل الحاجات المتعلقه بالتانل. بص هتلاقي هنا مكتوب ايه؟ انترفيس تانل ده رقمه كام؟ 40. ده مجرد ديسكريبشن، ديسكريبشن ده عشان تعرف بس التانل ده بيربطك بانهي ايه؟ بانهي فرع. ومكتوب هنا ايه؟ باندويتس 1500. ده فعلا فرع هتلاقيه مربوط بتي ايه؟ بتي 1. في اي سؤال؟ طبعا انت عامل هنا ايه؟ ستاتيك ايه؟ ستاتيك راوتنج عشان يربطك بالشبكه، ولا لا ده سوري ده الاي بي ادرس بتاع الفتحه دي، تمام؟ وبعدين انت بقى اكيد عامل ستاتيك راوتنج ومحدد له التانل سورس والتانل ايه؟ والتانل ديستنيشن. لسه هشرح الكيبا لايف والحاجات الباقيه دي لسه هشرحها. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي نرجع تاني. شفنا الديلي، عدل بقى انت في الديلي والباندويتس بما يطابق الواقع العملي. حاجه كمان، لو انت جيت في لاب زي ده شغلت الاوس بي اف، الاوس بي اف مش احنا لما درسنا الاوس بي اف عرفنا ان في انواع من النتورك، في انواع بتعمل الكشنز صح كده، وفي انواع ما بتعملش الكشنز. فاكرين الجزئيه دي ولا ايه؟ كنا بنعمل دي ار وبي دي ار الكشن، وفي انواع زي البوينت وبوينت ما بنعملش ايه؟ ما بنعملش الكشنز. الديفولت بقى حضرتك للتانل بروتوكول، يعني لو انا شغلت هنا مثلا على اللاب ده الاوس بي اف، الديفولت ان انا كده هعمل من تانل زيرو، التانل زيرو هنا من 10 1 10 2 ان انا شغال بوينت تو بوينت نتورك، يعني مش هيبقى فيه الكشنز. فلو انت شغلت الاوس بي اف هتلاقي ان ده شايف نيبر لي 10 كام؟ 2، ها؟ ومفيش اي الكشنز اتعملت ما بينه وايه؟ ما بينهم وما بين بعض. ده الديفولت. في اي سؤال لحد دلوقتي؟
انا كنت تقريبا واخد سكرين شوت بعد ما شغلت الاوس بي اف اهو. بصوا كده شو اي بي انترفيس تانل زيرو، وريني كده بقى. بيقول لك ايه نوع الشبكه اللي عليها بوينت تو بوينت. افكركم نوع الشبكه البوينت تو بوينت، ما كنتش بعمل معذار انتخابات وما كنتش اقبل اكتر من جار ليا على نفس الايه؟ على نفس الانترفيس، هو جار واحد بس طالما نوع الشبكه ايه؟ بوينت تو بوينت. والهالو بتتبعت كل قد ايه؟ 10 ثواني. كل 10 ثواني. لاحظ هنا الكوست، هو شايف الكوست بتاعته كام؟ بتاعت التانل انترفيس 5 وحايد. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي. طيب انت بص بقى، ممكن تتلاعب في الباندويتس. انا هوريك الكوماندات، ممكن تتلاعب في الباندويتس. الديفولت دي على فكره في الباندويتس لو انت ما لعبتش فيه، الديفولت في الباندويتس لو انت ما لعبتش فيه في بعض الاي او اسز كنت بلاقيه ب 9 كيلو، بعض الاي او اسز بلاقيه ب 100 كيلو. تمام. الديلي الديفولت لو انت ما لعبتش فيه 50000 مايكرو سكند. تمام كده. طيب بالنسبه بقى للجزئيه بتاعه ال او اس بي اف، انا حاططها هنا، مش حاططها، هتلاقي حاططها في الاجنده. الديفولت بتاعه ايه؟ بوينت تو بوينت، عشان في سيناريوهات هنحتاج نعدل نوع النتورك على التانل انترفيس. وشفنا يعني ايه اندر لاي راوتنج بروتوكول واوفر لاي راوتنج بروتوكول. طب افرض انا عندي تو تانل انترفيس بيوصلوني لشبكه واحده، وانا شايف عن طريق الاوفر لاي راوتنج بروتوكول ان انا مطلوب مني اعمل ايه؟ لود بالانس. هنعمل لود بالانس بير باكيت ولا بير ديستنيشن؟ تقدر انت تخش في التانلز انترفيس اللي عندك تقول له ايه؟ لود شيرنج، اما بير باكيت او اما بير ايه؟ الديفولت ايه طبعا؟ الديفولت بير ديستنيشن. انتوا عندكم على فكره في اللابات اللي انتوا في الكونفجريشن اللي خدتها منكم على طول بتخش جوه التانل انترفيس تقول له اي بي لود شيرنج بير ايه؟ بير باكيت على كذا، اي بي لود شيرنج بير باكيت، اي بي لود شيرنج بير باكيت، تقدر انت تحدده بمزاجك. والتانل كي ده شفناه، ممكن تشغل على جوه التانل انترفيس تشغل السي دي بي. يعني كده لو في اللاب ده لو انت شغلت السي دي بي هنا والسي دي بي هنا، فيقعد ده يبعت لده رسائل يوصف فيها نفسه، عشان لما اقول له شو سي دي بي نيبرز يقول لي انا شايف ان انا ليه جار 10 كام؟ 10 1، وده ليه جار 10 كام؟ 2، ويجيب لك بياناته. تمام كده؟ طيب ولو هترسم رسمه ولا حاجه فهتلاقي ساعتها بقى التانل انترفيس وجايب لك البيانات بتاعته كلها. ده بالنسبه للسي دي بي. نرجع تاني للاجنده. التانل كي خلاص والسي دي بي، الكيبا لايف بقى دي مهمه جدا. بص لو انت دلوقتي جيت فتحت تانل ما بين 30 واحد و40 واحد، وبعدين جيت على الراوتر ده قلت له شو انترفيس، شو اي بي انترفيس بريف، هيظهر لك هنا ايه؟ ان التانل انترفيس انت عارف المفترض ما يبقاش اب الا اذا كان فعلا التانل ديستنيشن انا قادر اوصل له، اللي هو مين هنا؟ 40 واحد. افرض انت قلت له تانل ديستنيشن 40 3 و40 3 ده اي بي غلط، انت كاتبه غلط، يظهر لك اب وهو مش ايه؟ ها هو اصلا مش موجود. تمام. فانا عايز حاجه تعرفني اذا كان التانل سورس اللي انا كتبته ده قادر ان انا اوصل له وبيرد عليا ولا مش قادر. فاخترعوا حاجه اسمها ايه؟ كيبا لايف. كيبا لايف دي انا بشغلها على التانل انترفيس، وعايز اشغلها كمان من الناحيه دي اشغلها. واخلي ايه بقى؟ اخلي التانل ده يبعت كل مثلا 10 ثواني يبعت كيبا لايف ل 40 واحد عشان يتاكد من ايه؟ من وجوده. 40 واحد لو رد عليا يبقى حاله الانترفيس هتبقى اب ايه؟ اب. تمام؟ طب ما ردش عليا، انا اللي بحدد. اول كيبا لايف ما ردش عليا، دي كده كام؟ ما دي مره. كيبا لايف اللي بعدها ما ردش عليا، ادي كده مرتين. الكيبا لايف اللي بعدها ما ردش عليا، ادي كده ثلاثة. اقوم جاي محول التانل انترفيس عندي لاب ايه؟ اب داون.
وبيطلع لي لوج يقول لي خلي بالك الطبق انترفيس بقى اب ايه اب دوت، وبيستمر الكيبل اي يبعت كل قد ايه كل 10 ثواني لحد ما ايه لو رد عليا احولها تاني لاب ايه لاب اب. تمام كده. فالكيبا لايف دي حاجه عشان اعرف حاله التانل ديستنيشن، ومش شرط على فكره انا شغلته هنا شغله من ناحيه ايه من الناحيه الثانيه، ممكن انا اشغله من ناحيه من الناحيه دي، يبقى انا هبقى متابع حاله اللي قدامي، بس اللي قدامي مش متابع حد، عايز تشغله من ناحيتين عشان لو الطرف الثاني حصل فيه حاجه تقدر تعرف ويطلع لك لوج بكده، فشغله من ناحيتين. طب الديفولت ايه؟ الديفولت في بعض الاي او اسز ان هو بيبقى شغال 10 3 10 3 يعني ايه؟ يعني ايه بعت كيبا لايف كل 10 ثواني، ولو بعت 3 كيبا لايف وما جربتش ارد عليهم يبقى الثلاثة دي اللي هي عدد الريترايز. تمام. وبعض الاي او اسز نوت ست مش شغال، عارف لو مش شغال معناها ايه؟ بمجرد هنا ما تيجي تحدد ده تانل سولت ستار ديستنيشن تكتب شو اي بي انترفيس بتلاقي ايه؟ اب اب. طب يا عم مش تشوف 40 واحد ده عارف اوصل له ولا مش عارف اوصل له؟ ماليش دعوه، انت مش مشغل لي خاصيه الايه؟ الكيبا لايف. فانت كده يعني مفيش ايه؟ مفيش مونيتورنج لحاله الايه؟ الطبق. فتعالى كده نشوف ده ايه نظامه؟ حالته ايه دلوقتي؟ والله بص انا شايفه اب اب. طب لو جيت هنا قلت له شو؟ اهو ما احنا كاتبين اهو، بص بيقول لك ايه هنا؟ كيبا لايف نوت ايه ها؟ نوت ست. احنا بنراقب صح؟ ولا احنا مش بقى احنا وقفنا المراقبه؟ نرجع كده تاني. انا عايز اراقب ال ده كده. بصوا كده لاحظ مفيش كيبا لايفز بتتبعت. انا بقى هعمل ايه؟ هاجي على الراوتر ده واقوم جاي داخل كونفيتي انترفيس تانل زيرو واقول له كيبا لايف 10 3. وعلى فكره دي معموله عندكم في الكونفيجريشن اللي على راوتراتكم، كيبا لايف كام؟ 10 3. وسي دي بي انيبل واللود بالانس. خلاص احنا كده يعتبر اخدنا كل الكونفيجريشن اللي عندكم على كل التانل انترفيسز. روت ماب دي بقى عشان تحدد يعني الناس اللي بتطلع من الفرونت. تمام. اوكي. طب انا شغلت كيبا لايف، عارف لو انا جبت الكابتشر كده هتلاقي بص بعت جي ار اي بعت كيبا لايف، بيقول لك ايه هنا؟ كيبا لايف اهي بكت. اصبر كده بص، لو بصيت على التايمر هتلاقي التايمر هنا 1806 اللي بعدها 1800 وكام؟ و16 اللي بعدها 1826 بيزود 10 كل 10 ثواني. ببعت وبيجي لي رد. هو هنا على فكره الواير شارك مهيس، مفترض تبقى معكوسه. افتحها كده، افتح الاولانيه هتلاقيها السورس 30 واحد ديستنيشن 40 واحد، وهو هنا ايه عاكسها. يعني انا برضه استغربتها، لكن لما فتحتها لقيتها من جوه صح، سيبك من اللي من بره. طب بص بقى كده حاله الانترفيس عندي انا هتبقى ايه؟ اب اب طول ما هو بيرد عليا. طب ايه رايك انا هتعمد ان انا اجي على اف 0 على 1 ده هعمل فيه ايه؟ اوقعه. كنت في تي انترفيس اف 0 على 1 دلوقتي يا عيني الكيبا لايف هتلاقيها بتطلع واحدة ومفيش رد. ادي اول واحدة، مفيش هنا تسريع للوقت. اللي بعدها كده تعالى بقى نشوف كده، المفترض الراجل ده طلع لوج. لا ده اللي احنا وقعنا الانترفيس لسه. ده لسه اهو بص بيقول لك تانل زيرو بقى ده. ارجع بقى رجع ده تاني نو شوت داون
هتلاقيه راجع تاني ايه. يبقى الكيبا لايف دي عشان اتابع حاله الايه التنل ديستنيشن موجود ولا مش موجود. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي. ال ام تي يو بقى، بص انا واخد سكرين شوت هنا من الراوتر عشان ساعات ما بتظهرش على بعض انواع الراوترات. فيريفاي رقم كام؟ رقم 3. مش قلت لك افتكر الرقم ده؟ الرقم ده 1476 تانل ترانسبورت ماكسيمم ترانسميشن يونت 1476 اللي هو حطيت عليه 24. يبقى كده ايه؟ لو الراوتر نفسه هيجنريت اي ترافيك وناوي يطلعه من الايه ها من التانل انترفيس، بيعمل ايه؟ بيراعي ان الترافيك اللي هو هيعمله جنريت ما يزودوش عن، عشان لسه هنحط له 4 جي ار اي و20 يو اي بي هيدر، فيبقى التوتال 1000 وكام؟ 1000. هي تحصل المشكله امتى؟ تحصل المشكله لو عندي جهاز بعت اصلا من عنده باكيت حجمها 1500 وده لسه هيعمل لها ايه؟ تانلنج. هنا بقى قدامنا حل من اتنين، لو ده راء بيرفض يعمل فراجمنتيشن يعني يجي على الباكيت ايه يبعتها يقسمها يبعتها على مرتين مثلا، لو ده بيرفض يبقى هيعمل لها دروب، لو ده بيقبل هيعمل ايه؟ جاي مقطعها بعتها على مرتين او على ثلاثه حسب حجمها. تمام كده؟ او في اختراع كده هنبقى ناخده ان شاء الله لما ندرس الاو اس اي موديل، في حاجه اسمها باس ماكسيمم ترانسميشن يونت ديسكفري. دي حاجة بعرف بيها اقل حق الحجم اللي ما ينفعش ازيد عنه قبل ما اطلع الداتا من عندي انا، يعني جهاز بيتست الكلام ده بيجرب بطريقة كده هنشوفها، بحيث ان هو يعرف يعني الجهاز ده هيعرف ان هو المفترض ما يطلعش داتا او باكت اكبر من حجم معين، عشان عارف هيقدر يعرف ان هي في السكة لسه هيتعمل لها ايه تانلينج، وبالتالي هتزيد، فهو يراعي ان هو يطلعها ايه طلعها قليل عن طريق حاجه اسمها باص ماكسيمم ترانسميشن يونت ديسكفري جايه ان شاء الله، عشان ده من البدايه ما يطلعش حاجه كبيره. لكن لو الراوتر نفسه هو عارف، طالما هو اللي هيعمل تانلينج هو عارف ان هو مش هيطلعها ايه زياده عن الحجم اللي انا حددته، وريكومندد يعني ان انت تخلي الرقم ده 1400، يعني خليه 1400 احتياطيا بدل 1476. برضو الكوماند عندك موجود هنا، كوماندات اهي، بص اي بي ماكسيمم ترانسميشن يونت وانت جوه التانل انترفيس تقول له الديفولت ايه هنا 1476. تمام؟ ده بيبقى اقصى حجم للسيجمنت نفسها، يعني المفترض ايه الداتا بعد ما احط لها البورتات بيبقى ليها حجم، حطيت لها الاي بي هات هيبقى ليها حجم، هتحط لها ماكات هيبقى ليها حجم، فانا هنا بحدد اقصى حجم للسيجمنت كام؟ 1360. الديفولت الايه للسيجمنت تبقى 1460 عشان لما يتحط لها الاي بي هيدر، اي بي هيدر المفترض من 20 ل 40، فلو السيجمنت اللي هي بالبورتات كانت 1460، لو الاي بي فيرجن 4 حط ال 40 كلهم يبقى مش هتزيد عن كام؟ عن 1500. تمام؟ والله لما تقلل، بص انت لو في داتا هتتبعت وداتا هتقطع لحتت، كل ما حجم الحتت يصغر كل ما بيحتاج بروسيسنج اعلى، فبنراعي على أعلى. عشان كده لو تفتكروا لما درسنا الاي اي جي ار بي كنت قلت لك ان هو بيبص بعد ما يشوف الباند ويدث والديلي لو متساويين يشوف الماكسيمم ترانسميشن يونت، السكه اللي هيقطع فيها الداتا لاحجام اكبر بيفضلها عن السكه اللي هيقطع فيها داتا لاحجام اصغر. تمام كده؟ تمام. احنا كده ايه خلصنا تقريبا الجي ار اي، يتبقى عيب ان الجي ار اي بوينت تو بوينت تانلنج اونلي، وده هيعمل لنا مشكله كبيره، عشان كده ممكن نلجا بقى للايه للام جي ار اي. تمام، نشوفه مع بعض كده، او ممكن اوقف الفيديو ده على لا خلينا اقول لك مشكله الجي ار اي وبعدين اوقف الفيديو وناخد الجي ار اي.
طيب بصوا كده، لو انت عندك راوتر اهو في فرع، وراوتر في فرع تاني، وراوتر في الفرع التاني، خليني اعملهم اخليهم ثلاثة كفاية عشان ايه، او اخليهم اربعة، وراوتر اهو وراوتر اهو. والله ده في فرق طبعا في النص بقى، السيرفيس بروفايدر رابط لك دول ببعض، ده مربوط كده وده مربوط كده وده مربوط كده وده مربوط كده، وده 30.0.0.1 40.0.0.1 50.0.0.1 60.0.0.1. هنا في شبكة 1 و2، وهنا شبكة 3 و4، وهنا شبكة 5 و6، وهنا شبكة 7 و8. تمام؟ الديفولت ان 1 و2 مش هيعرفوا يوصلوا ل 5 و6 ولا للشبكات اللي ورا الراوترات. طب الحل ايه بقى؟ نعمل تانلنج. بص بقى هنا، عشان ده يوصل لشبكات ده سيادتك لازم تيجي هنا تكاريت تانل، سي مثلا تانل كام؟ تانل زيرو، وهتدي له مثلا اي بي 192.168.1.0، مش 1.0 بقى، 1 مثلا 1.1 ده كده. وتعمل واحد هنا قصاده هيبقى تانل ايه؟ تانل زيرو برضه او اي رقم، وده لازم يبقى اي بي في نفس الرينج 192.168.1.2. والمفترض بدايه التانل دي 30.1 ونهايتها 50.1، وبدايه التانل دي 50.1 ونهايتها 30.1. يعني كانك دلوقتي ايه؟ وصلت ليز دلاين ما بين ده وده. تمام؟ طيب وبعدين المفترض بقى هتيجي على الراوتر هتقول له، بقول لك ايه؟ لو او ممكن تشغل بقى على التانل ده ريب بي اي جي ار بي او اس بي اف، صح كده؟ تيجي على الراوتر ده وتقول له لو عايز توصل لشبكه 5 و6 روح لجارك حبيبك 1 كام؟ 1.2. وعلى تقول له لو عايز توصل ل1.2 روح لجارك حبيبك 1 كام؟ 1. او لو شغلت ريب بي اي جي ار بي او اس بي اف، خلي بالك احنا عارفين ان الريب لو انا شغلته هنا الراوتر ده هيضطر ان هو يجنريت ترافيك من نوع ايه؟ من نوع مالتي كاست او برودكاست. ما احنا اتفقنا مع بعض ان التانل اللي من نوع جي ار اي ما عندهاش مانع ان هي تتانل تانكابسوليت ترافيك سواء يوني كاست او برودكاست او مالتي كاست. عشان كده لو شغلت الريب هنا يا جاد بوزن هيشتغل زي الفل الدنيا، مش بس تشغله جوه ايه؟ جوه التانل. طيب طب بالنسبه للراجل ده، ما عشان ده يكلم ده ويعرف الشبكات اللي عند ده هحتاج افتح تانل ما بين مين؟ ما بين ده وده. انت عارف انت كده مضطر تعمل ايه؟ تكاريت على الراوتر ده تانل انترفيس تاني غير الاولاني. ها يبقى حتى الان يبقى هتعمل هنا تانل، طبعا مش هينفع يبقى تانل زيرو، هيبقى تانل واحد. معايا؟ ده باين ولا مش باين؟ هيبقى ده تانل واحد، والاي بي بتاعه مش هينفع يبقى 1.9.1.1 حاجه، يبقى لازم يبقى اي بي فرينج ايه؟ مختلف. هيبقى مثلا 1.9.2.1.6.8.2.1 مثلا، وده هيبقى بالنسبه لده لسه اول تانل، لسه بيسمي بيقول لي هادي، فممكن تبقى تانل ايه برضو؟ تانل زيرو. وده هيبقى 1.9.2.1.6.8.2.2، وتبدا برضو تعمل راوتنج عشان 1 و2 يوصل لثلاثه وايه؟ واربعه. طب ما هو ده برضو عايز يوصل للشبكات اللي عند ده، فمحتاج افتح ايه؟ تانل كده، صح كده؟ وده هيبقى بقى بالنسبه للراوتر ده تانل 2، وتديها بدايه اي بي لازم يبقى فرنج ايه؟ مختلف، وهنا اي بي فرنج برضو نفس الرينج بتاع ده. ده انا كده محتاج عشان الراوتر ده يعرف يوصل لشبكات الراوتر ده وده وده اكريت عليه كام تانل انترفيس؟ 3 تانل انترفيس. طب افرض بقى كانوا دول 50 فرع، يبقى انا محتاج اكريت على الراوتر ده ايه؟ 50 تانل انترفيس، وكل تانل انترفيس فرينج اي بي مختلف عن الايه؟ عن التاني. لا عن الرهيبه. الفكره هي كريت كميه تانل انترفيس رهيبه، وهتيجي على ده برضه، ده محتاج انت كريت له تانل مع ده، كريت له تانل مع ده
واتكريت له طالما مع ده كده فاضل ايه؟ فاضل ده اتكريت له طالما مع ده اتكريت له طالما مع مين؟ مع ده. خد بالك انت كده الرسمه قدامك ان الاجهزه دي واسطه بالسيرفيس بروفايدر، لكن احنا لما هنتعامل معاها فيرشوالي بقى يبقى كانها ايه؟ بالظبط كانها راوترات متوصله ببعض فول مش. هيبقى كانها حاجه بالمنظر ده، راوتر وراوتر 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 وواصلين ببعض كده بكابلات. بس بالايبيهات اللي انا حددتها بمزاجي بالظبط. شبكة واحد واثنين. شوف بقى انت عايز تشغل على التانلز، فتحات التانلز دي ايه؟ اي جي ار في ولا اورس بي اف ولا ريب ولا ايه بالظبط؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي. حل بقى المشكلة دي في الام جي ار اي. بس في الام جي ار اي حضرتك مش هتحتاج على كل راوتر غير ان انت تكريت، حتى لو عندك 100 فرع هو تنر انترفيس واحد فقط، تنر انترفيس واحد فقط، تنر انترفيس واحد فقط، تنر انترفيس واحد، وده هيوصلك بده ويوصلك بده ويوصلك بده. بص عارف انت لما تحفر نفق وانت ماشي جوه النفق تلاقيه تلاقي فيه تفريعات او بالظبط نفس الفكره، وانت ماشي كده ممكن تطلع كده وممكن تطلع كده وكلهم يبقى في رينج اي بي واحد، كلهم في نفس، يعني مثلا لو هتدي 10 0 0 1 هيبقى 10 0 0 2 10 0 0 3 10 0 0 4 اعملها بيسر دي تمام. بس انتوا عشان عندكم مين وباك اب هتحتاج تعمل اثنين تنل. عارف كده كان الرسمه بتاعتك تحولت لايه؟ سويتش في النص بالظبط كده، سويتش في النص رابطهم ببعض. لو سويتش يبقى 10 1 10 كده مربوطين. في اي سؤال؟ انا بس عرفتك عيب الجي ار اي ان هي ايه بقى. نرجع